السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هي الفيضان الجديد اللي صار اليوم في منطقة البلديات. هذا بالله رجل اللي بيعديتكم مشتري صحتك قناعني والله. ما شاء الله جيحتك كهرباء. يعني العراق يبقى على هالحالة الزبالة؟ حبيتنا نشرب راس العراق خير. متواجد طالع هسه. يناشد الحكومة العراقية بأن تأتي إلى منطقة البلديات شارع المصرف مقابل الكنيسة. دخل الماء إلى بيوتنا منذ يومين. طبعا الكل صعد بالطابق الثاني لان بيوتنا غرقت. ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.